يا مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج احسبها صح. في البداية حابب أرحب بيكم كلكم، وحابين طبعا في الأول أحب أرحب بزميلتي مريم عاطف. أهلا وسهلا بيكي. أهلا بيك يا كريم، وأهلا بالسادة المشاهدين. أحب أرحب في البداية بضيوفنا الكرام كابتن رائد بشير. وطبعا احنا قبل ما نرحب بس بضيوفنا الكرام، وقبل ما نخش في الموضوع، انت دخلتي في الموضوع على طول كده تمام. فاحنا لا قبل ما نرحب بضيوفنا الكرام في الاول، خلونا ايه يعني نسير جدل كده شويه، او نعمل حته اثاره وتشويق. طبعا احنا عارفين ان في كتير من الشباب بيسعى ونفسه يبقى زي محمد صلاح وزي محمد النني وزي الكباتن الكبار ولاعيبتنا الكبيره اللي في كل حته. طبعا في كتير بيحب يمارس رياضه كره القدم، ولكنه مش عارف التوجيه السليم والصحيح يجي منين وازاي، وازاي اقدر اروح مكان معين يقدر يستغل موهبتي في الشكل السليم وينميها، ولو حتى ما عنديش موهبة اقدر اشتغل على نفسي واقدر اكون لعيب كرة قدم كبير برضو. طبعا علشان كده كان لازم نجيب المختص، فكان النهاردة نورنا ضيوفنا طبعا الكرام كابتن رائد بشير رئيس شركة وأكاديمية ليفربول إيجيبت ولاعب فريق الزمالك والترسانة ولاعب منتخب مصر سابقا. أهلا وسهلا بك كابتن رائد. أهلا بك يا أستاذ كريم وبالسادة المشاهدين واللي كل اللي بيتفرجوا علينا في قناة الساحل. وطبعا معانا النهاردة برضو كابتن معاذ هشام لاعب ليفربول إيجيبت. أهلا وسهلا بك. أهلا. النهارده نبدا ازاي يا كابتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه طبعا احنا عايزين نعرف الناس بايه هي شركه ليفربول ايجيبت وايه هي دورها بالنسبه لكره القدم وتسويق اللاعبين. بالنسبه لدور شركه ليفربول ايجيبت، احنا اكاديميه وشركه تسويق لعيبه وبنمتلك مجموعه من الانديه. في البداية أكاديمية كرة قدم يعني تعليم أساسيات كرة القدم، يعني من البداية اللي لسه حابب ينمي موهبته أو يشارك يمارس كرة القدم، فده بيكون اللي لسه في البداية. ده بالنسبة للأكاديمية بتعلم أساسيات كرة القدم، وبعد كده بنبتدي يدخل مرحلة الدوري أو مرحلة الاحتراف. في المرحلة الثانية اللي إن احنا في لعيبة مارست كرة قدم، لكن لعبت في انديه زي اقاليم وحتى انديه معروفه، لكن ما عندهاش الفرصه انها توصل او تعرف التوجيه الصح فين. يعني في لعيبه كتير جدا، لعيبه مميزه ولعيبه اتظلمت كتير جدا، مش عارفه الطريق انها توصل ازاي. فاحنا بالنسبه لنا بنشوف اللعيبه، اللعيب الكويس اللي بيجي لنا بيبتدي معانا تدريبات عندنا في الشركه. اللعيب اللي بنشوفه كويس بنقدر نوفر له فرصه احتراف خارج مصر من خلال وكلاء اللاعبين بتوعنا والفروع اللي في المغرب والامارات واسبانيا عندنا. دي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه ودي اللي هي بناخد اللعيبه المتسجله في الانديه اللي بيكون بقى بيلعب دوري ناشئين ودوري شباب، وده بيكون لعيب مميز ومحتاج فرصه للاحتراف لانه ما خدهاش في النادي بتاعه. فبنبتدي ان احنا نوفر له فرصه احتراف بناء على الفيديوهات اللي بيكون موجوده بتاعته، شرائط فيديو المباريات السابقه بتاعته، بنقدر نشوف اللعيب ونتابعه. هو لعيب كويس بنقدر نوفر ليه فرصه الاحتراف على اي دوله حسب مستواه وعلى حسب الانديه بتاعه الدول اللي هي طالبه مواصفات اللاعب. طيب خلينا برضو ايه نسأل كابتن معاذ، قول لنا بقى بدأت في الأول عرفنا بنفسك طبعا، وعرف للسادة المشاهدين بنفسك، وقول لنا بدأت قصة حياتك في اللعبة دي ازاي. أنا اسمي معاذ هشام من اسكندرية، من اسكندرية من غبريال. عندي 19 سنة، لعبت في نوادي كتير في اسكندرية من وأنا صغير. لعبت في أبو قير، لعبت في توسن، لعبت في سيتيا، جيت هنا برضك القاهرة، جيت لعبت في الإسماعيلي، جيت في نادي النصر. دي كانت مسيرتي اللي لعبت فيها كرة في النوادي اللي لعبت فيها كرة كلها. تمام. طيب كابتن رائد نبدأ بقى منين؟ تمام. هو طبعا الكلام كتير، ولو هسأل أسئلة فالأسئلة أكتر وأكتر.
عايزنا نبدا منين؟ هو طبعا بخصوص معاذ هشام لاعب كويس جدا. هشام انا طبعا ما كنتش اعرفه، هو تواصل عن طريق الاعلانات، عملت له مقابله عندي في الشركه، كان لازم اشوفه، نزل عندي في الاكاديميه وفي عملنا له ماتشات وديه. هو اتظلم كتير، ما خدش فرصته مع الانديه اللي كان انضم ليها اللي قالها معاذ. اتمرن معايا فاكتشفت ان لعيب كويس، اديته فرصه كامله عشان اقدر احكم عليه. فعلا ظهر بمستوى كويس. الفتره اللي جايه يعني من يومين نزل فتره معايشه، رتبنا له مع نادي الزمالك فتره معايشه للشباب طبعا الناشئين، واحنا عندنا في نادي الزمالك بنرحب باي حد او باي لعيب كويس نقدر نديله الفرصه، مش عشان انا ابن نادي الزمالك او انا عندي شركه تسويق لعيبه، لا، هو اللعيب الكويس بس بيبقى محتاج فرصه فقط لا غير. لان احنا مشكلتنا بس في مصر ان احنا مش كل الانديه بتتعامل بالطريقه الاحترافيه في موضوع التسويق او في موضوع ان هم يشوفوا اللعيب او يديله فرصه كامله. فانا شفت معاذ ومن خلال المباريات اللي انا عملتها له فعلا لقيته لعيب كويس ويستحق ان احنا نديله فرصه. فحاليا بيتمرن في نادي الزمالك في فتره معايشه، وان شاء الله في حاله تعاقده مع نادي الزمالك هيكون ان شاء الله في فرصه ثانيه على يعني في يناير ان شاء الله لنادي شباب بوغافر المغربي. وبالمناسبه خليني ابارك لنادي شباب المغربي، شباب بوغافر المغربي، على مكسبه الاسبوع اللي فات، وان شاء الله يعني لعيبه كويسه ومجلس اداره محترم، وان شاء الله يصعدوا. وبمناسبه ان احنا عاملين تعاون مع نادي شباب المغربي، هيكون في لعيبه مرشح ليها معاذ ان شاء الله في حاله ظهوره بمستوى جيد في نادي الزمالك، هنوفر له فتره الاحتراف لنادي الشباب بوغافر المغربي، لان الفرقه دي صعدت ان شاء الله خلاص يعني بقالها ماتشين وهي ماشيه كويس للصعود. في حاله ظهور معاذ بمستوى جيد ان شاء الله هيكون من اول الناس اللي هيتم التعاقد معاهم بالنسبه لنادي شباب بوغافر المغربي، بما اننا عاملين توأمه واتفاقيه وتعاون مع النادي المغربي. طيب كابتن بشير، ممكن حضرتك تقول لنا ازاي نقدر نصنع لاعب كره قدم محترف؟ تمام، السؤال ده كويس جدا ومهم جدا ومفيد، لاني اذا انسبت الشيء لصاحب الشيء فتاكد ان يكون في النهايه نجاح. لكن احنا مشكلتنا ان احنا يعني مجال الكوره بيبقى فيه ناس كتير جدا يعني مش اصحاب بالمجال، فبالتالي بيبوظوا المنظومه. واللعيب ازاي تصنع لاعب كره قدم؟ عشان تصنع لاعب كره قدم في البدايه اولا البيت نفسه بالنسبه للاعب لازم يكون مهتم بيه كاساسيات، التغذيه الكويسه، النوم بدري، بالنسبه للاكاديميه وده دورها الاكبر، التوعيه، التوجيهات، لازم يتمرن كويس جدا عشان يقدر يوصل لمستوى عالي. وهنا بالنسبه للاحمال والشغل الخططي والشغل البدني والشغل الفني، محدش هيقدر يديه للعيب الا لما يكون اهل لذلك. فالاجابه باختصارها انك لازم تروح لاهل ذلك عشان تقدر توصل ابنك او اللاعب ده للمستوى اللي هو يعني انت عايزه، او انه يوصل يبقى لعيب كره قدم محترف. بجانب بقى النقطه الثانيه، يعني تودي يعني لازم يكون انت بتودي ابنك لحد عنده اكاديميه يكون راجل لعيب كوره، لعب كوره قبل كده، يكون حد ما لعبش في مستوى ضعيف، لا، يكون حد معروف لانه هيفيدك. الحاجه الثانيه التسويق، موضوع التسويق مهم جدا، لان انت ممكن تكون عندك الاساس بس مش عارف توصل للنادي ازاي. فموضوع التسويق لازم طريقه التسويق، مش اي حد مخصص في ان هو يسوق اللعيب، لازم يشوف اللعيب على حسب مستواه، وكل نادي ليه نوعيه معينه من اللعيبه، النوعيه بتاعه اللاعب ده يروح فين في اي نادي من الانديه دي. طيب كابتن معاذ، احكي لنا بقى كده عن مسيرتك واختلافها قبل ما تنضم لاكاديميه وشركه ليفربول ايجيبت، وبعد ما انضميت ليها، ايه الفرق وايه يعني ايه اللي شفته افضل؟
انا قبل ما انضم لها الطموح كانت صغيره قوي، الطموح كان قد كده قبل ما انضم ان انا العب في الاكاديميه مع كابتن رؤي. فلما جيت على نفسي واشتغلت على نفسي ولقيت نفسي اللي انا كله بيقول لي انت كويس وده كلمني يقول لي انت حلو كذلك، ورحت انديه وخبرتي فيها زادت شويه، فكلمت كابتن رؤي بشير اتصلت معاه ورحت معاه الاكاديميه. لقيت نفسي لما رحت فتره معاشي في الزمالك كومين بصيت لنا طموح اكبر من كده بكتير، اللي انا العب فريق اول في الزمالك وده انا اطلع اروح اوصل منتخب مصر واوصل حاجات تانية واحترف بره كمان ان شاء الله. طبعا كده مش بعيد عن ربنا، طب انا بتعب وبجتهد وبعمل اللي عليا في الملعب وبتمرن تماريني، ربنا يوفقني ان شاء الله وباذن الله خير. باذن الله ربنا يوفقك. طبعا عايزين بقى نرجع لكابتن رائد وعايزين نسالك، هل في فروع للشركه خارج جمهوريه مصر العربيه؟ احنا عندنا الفروع بتاعتنا للشركه عندنا الامارات ابو ظبي ودبي، الفروع بتاعتنا عندنا المغرب، وده بالمناسبه بالنسبه للمغرب احنا عندنا فرع هناك وعندنا وكلاء وعندنا كمان تعاون واتفاقيه مع شركه اتلتيكو المغربيه الاسبانيه ودي مقرها طنجه المغرب، ودي اللي من خلالها بيبقى في تعاون كبير وتسويق من خلال مدينه طنجه والشركه والفرع بتاعنا اللي هناك، بيكون السفر على اسبانيا بالنسبه للعيبه المميزه اذا كانت هنا او في المغرب. يعني ده بالنسبه لفروع الشركه، وطبعا الشركه الفرع هناك في الامارات المسؤول عنه كابتن محمد سلامه وكابتن شامي عبد العزيز بطله مصر والعرب، وكمان دول المسؤولين عن ملف البطوله العربيه، وده اللي ان شاء الله هيكون قريب على ارض الامارات ان شاء الله، بخصوص 5 انديه مصريه و5 انديه اماراتيه، ودي هتقوم البطوله على ارض ابو ظبي او راس الخيمه باتفاق مع المسؤولين في دوله الامارات، وده هيكون مفاجاه وهتكون حدث عربي وبطوله عربيه كبيره تجمع بيها ما بين مصر والامارات ان شاء الله. يعني باذن الله. طيب كلمنا عن دور ونجاحات وسابقه اعمال شركه ليفرمور. احنا بالنسبه لنا الحمد لله رب العالمين عندنا سابقه اعمال قويه جدا. انا قبل ما اعمل الشركه بتاعتي كنت بشتغل بشكل باسمي بما اني لاعب سابق بمنتخب مصر والزمالك وترسانه ومحترف سابق بعده انديه عربيه، فكنت بستخدم اسمي وعلاقاتي في التسويق تمام، لكن كوكيل لاعبين يعني. لكن بعد ما عملت الشركه الحمد لله لنا سابقه اعمال قويه. سابقه الاعمال احنا بنعمل عملنا معسكرات كتير لانديه اماراتيه، عملنا كمان لانديه اردنيه لانديه سعوديه معسكرات كامله هنا في مصر وفي النمسا وفي اسبانيا، عملنا كمان يعني انديه الفتره اللي جايه مشكله بس كورونا كان في ان شاء الله يعني معسكرات هتتم هنا في مصر، هيتم ترتيبها مع انديه الامارات وانديه السعوديه هتكون هنا في مصر الفتره اللي جايه. سابقة الأعمال بتاعتنا صفرنا أعداد كبيرة جدا من اللعيبة، أسبانيا ملقا الأسباني، إشبيليا، قديس الأسباني، دي الأندية اللي لينا لعيبة فيها، معظمهم لعيبة مغربية يعني أندية لعيبة قليلين مصريين، لأن أنا لما كنت في المغرب كنت مستقر هناك كانت كانت التعامل كله مع المغرب، لكن لما نزلت مصر وفتحنا فرع الشركه هنا ابتدينا ان احنا يعني نصفر من هنا، بس الاعداد هنا قليله لان احنا لسه بادئين. فسابقه الاعمال بتاعتنا الحمد لله كبيره جدا، منها لعيبه هنعلن عنها الفتره اللي جايه بفيديوهاتها بالانديه اللي هي بتلعب فيها في اوروبا ان شاء الله. طبعا احنا كده يعني عالم التسويق وعالم كرة القدم كبير جدا ومليء بالأحداث والحاجات اللي محتاجين نتكلم فيها أكتر، لكن خلونا ننهي فقرتنا الأولى ونرجع للفقرة الثانية، وقبل ما نطلع خلونا نشكر كابتن معاذ هشام اللي نورنا النهاردة في الحقيقة، وطبعا مستمر معانا كابتن رائد بعد الفاصل، استنونا.
ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وطبعا لسه مستمرين معاكم في الحلقة الشيقة جدا جدا، ومعانا ضيوفنا برضو زي ما احنا كابتن رائد مدير ورئيس شركة وأكاديمية ليفربول إيجيبت، وكمان انضم لنا في الفقرة التانية كابتن محمد منصور لاعب أكاديمية لاعب أكاديمية وشركة ليفربول إيجيبت. ازيك يا محمد؟ محمد عرفنا بنفسك. محمد منصور محمد، ساكن في اسكندرية من غبريال. كنت بلعب في كذا مكان في اسكندرية، وجيت هنا برضو في القاهرة في نادي الإسماعيلي، وانضميت برضو لنادي النصر، ولحد ما حصل نصيب واتقابلت مع شركة التسويق ليفربول إيجيبت. بس قبل ما اجي القاهره هنا بفتره كنت بلعب برضو في اسكندريه في كذا نادي، في ساحه النصر عندنا برضو، ولعبت الحرس بس ما انضمتش. طيب ايه طموحك واهدافك في كره القدم؟ طموحي واهدافي طبعا ان انا العب لمنتخب مصر، العب لنادي كبير زي نادي الزمالك في مصر هنا، او احتراف برا مصر كده. طيب نرجع بقى تاني لكابتن رائد بشير، ونسألك بقى في المواضيع المهمة. بنسمع كتير عن حالات استغلال وحالات نصب وسمسرة وأكاديميات وهمية وأماكن ملهاش أي لازمة، وفي الآخر بتحطم زي ما بيقولوا كده ضحايا كتير. صحيح. فطبعا عايزين بقى نعرف أو نتكلم أكتر في الموضوع ده، وإزاي نقدر ننصح الشاب اللي هو حابب يبدأ في المجال ونوجهه لفين؟ تمام، السؤال ده جميل يا كريم. سؤال عن تاني، أنا طول عمري بسأل أسئلة مهمة. أنت طول عمرك بتجيب من الآخر، بتجيب في الجول. هو طبعًا بالنسبة زي ما قلنا، يعني محمد منصور لاعب مميز، لعيب كويس جدًا. مشكلة محمد انه محتاج توجيه، يعني هو لعيب كويس بس محتاج توجيه، عامل زي اللي هو اللي محتاج يعرف الطريق منين. عارف انت يعني ساعات كده تيجي تسال واحد عن الطريق، تقول له بقول لك ايه العنوان الفلاني ده فين، يروح باصص يمين وشمال ويقول لك ايه. بتحصل كتير جدا يعني. انا بختبر فيها الناس، بص يمين وشمال، هو مش عارف اللي انت بتسال عليه، يروح قايل لك ايه، يختار مكان هو شايف اتجاه عجبه ويقول لك امشي هنا واسال. طب وانت تخليني ليه امشي واتعب وفي الاخر تقول لي اسال؟ طب ما تقول لي انا ما اعرفش، اقف هنا واسال. ما هو دي عادة فينا كشعب مصري بشكل عام، يعني تروح اخر الشارع ومش عارف ايه، وتروح اخر الشارع يقول لك لا ده ورا. بالظبط كده. فعشان كده بقول لك نفس الموضوع ده في كرة القدم. محمد لعيب كويس، مشكلته انه عايز توجه. يعني يا محمد انت دلوقتي مثلا يعني تعبت، فمش معقول كرة هتطلع اوت ما تحاولش عليها وتبذل مجهود طالما انت يعني تعبان ومرهق. يستغل مجهودك في فرصة تكون مثمرة لفريقك مثلا، يعني هذا توجيه بسيط. محمد مثلا بيجري كتير في الملعب، بس عايز يستغل امتى تجري وامتى تعمل سبرينت وامتى تقف على كورتك وامتى تاخد نفسك. كل الحاجات دي مهمة، هذه توجيهات بسيطة بس بتطلعك لعيب مميز، او تطلعك بتجري على الفاضي، تخليك تفضل تجري للاخر الماتش منتهي وما عملناش حاجه. فدي حاجات مهمه جدا. فبالنسبه للضحايا زي ما قلنا، يعني عشان نبعد بقى عن شغل السماسره والنصابين والناس الضحايا، اللي انا لسه شايف واحد دافع 250 الف جنيه عشان يسفر ابنه بره، وعايز يعني يطلع على التلفزيون ويتكلم ويقول انا اتنصب عليا ازاي. طب هو مين ده اللي انت رايح له؟ يعني ده ما لعبش ماتشين في جيب الشرطه. لما تروح للاعب كوره معروف ولعب وعنده سي في، لعبش ماتشين في جيب الشورت. بالظبط كده، حلوه. دي حقيقه والله. يعني هو اصلا مش معروف، انت رايح له على اساس ايه؟ ايوه. فلازم عشان تروح لازم تروح لحد يكون معروف اهل لذلك عشان يقدر يفيدك. طيب كابتن رائد، يعني هي الناس هتعرف منين اذا كان المصدر اللي انا رايح له ده موثوق او لا؟ تمام. زي ما انا بقول، اسال عن اللي انت رايح له. يعني بالنسبه مثلا للاكاديميه، اسال شوف المدرب ده عنده اكاديميه. واحد قال لك تعالى انا وكيل لاعبين هودي ابنك برشلونه تاني يوم، طب انت مين؟ مش عارفه، اسال عليه، ادخل على النت. قال لك انا كابتن نادي ايه، اسال عليه في النادي، اعرف انت رايح لمين. سهل جدا ان انت تعرف
الشر يعني دلوقتي ما بقتش حاجه صعبه. اسال على الانسان صاحب الاكاديميه او شركه التسويق قبل ما تروح له عشان يقدر يفيد ابنك عشان ما تكونش ضحايا زي الضحايا اللي بيحصلوا، وتقدر يعني تقدر تستفيد وتوصل لانك تبقى لعيب محترف او حتى لعيب يعني انك توصل لمرحله كبيره. طيب سؤالي دلوقتي لكابتن محمد، كره القدم بتمثل لك ايه في حياتك؟ هي دنيتي كلها والله. يعني حاجات ياما انا عشتها فيها، حاجات ياما تربينا ان احنا بنتفرج علينا نفسنا نطلع كده. بنلعبه في اماكن ياما اللي فيها ان احنا نوصل، بس ما بيحصلش نصيب في الاخر كده. بس ان شاء الله يعني اللي جاي احسن ان شاء الله يا محمد. ان شاء الله. طيب محمد انت بقى قول لنا برضو نفس السؤال اللي سالناه لمعاذ، ايه الفرق قبل انضمامك لاكاديميه وشركه ليفربول ايجيبت وبعد انضمامك ليهم؟ اكيد طبعا فرق كبير جدا. ان احنا مثلا بتكون بتلعب في مكان مش مميز ومش معروف، فرق بقى كبير ان انت تتنقل وتلعب هنا وتتسوق وتروح لنادي زمالك وتروح لانديه كبيره وكده، ده بيبقى الفرق الكبير. بالمناسبة محمد منصور طبعا مع معاذ اللي كان معانا في الفقرة اللي فاتت، هما الاثنين يعني من خلال شركتنا ليفربول ايجيبت نزلناهم فترة معايشة في نادي الزمالك من يومين، وان شاء الله زي ما قلت وانا بوعد محمد منصور وبوعد معاذ، لو ظهروا بمستوى جيد خلال فترة المعايشة دي ان شاء الله هيكون ليهم تعاقد مع نادي الزمالك وكمان فرصة الاحتراف لنادي الشباب المغربي اللي صعد ان شاء الله الفترة اللي جاية بإذن الله طبعا. واحنا كمان من هنا بنقول اي موهبة واي حد نفسه يحقق حلمه يقدر يتواصل مع شركة ليفربول ايجيبت طبعا، ومن خلال الارقام اللي ظاهرة على الشاشة طول الحلقة ويقدر يوصل لهم. وكابتن رائد زي ما قال مفيش حاجة طبعا صعبة ولا في حاجة مستحيلة، بس هو اهم حاجة نروح للمكان الصح. طبعا كنا حابين نشكر جدا جدا ضيوفنا الكرام كابتن رائد وكمان كابتن معاذ وكمان كابتن محمد منصور. خلونا نشوفكم في حلقة جديدة الأسبوع الجاي.